بكم في موجز الأخبار. قدم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ورقة جديدة لمجلسي النواب والدولة تضم تعديلا في مواد السلطة التنفيذية باتفاق الصخرات، ويتضمن المقترح 6 مواد تتعلق بتشكيل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين، على أن يقوم رئيس المجلس بمهام القائد الأعلى للجيش. كما شمل المقترح آلية اختيار أعضاء مجلس رئاسة الدولة من 3 قوائم تضم كل واحدة 3 مرشحين عن مناطق ليبيا الكبرى، بشرط تزكية 10 من أعضاء مجلس النواب و10 من المجلس الأعلى للدولة في كل قائمة. قال رئيس لجنة تفعيل وتأمين الأجهزة الأمنية بسرت الزروق سويطي إن تنظيم الدولة موجود حاليا في أودية وضواحي المدينة. وأكد سويطي في مقابلة مع قناة نبأ أن أشخاصا تلقوا تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل عناصر التنظيم. وأضاف رئيس لجنة تفعيل وتأمين الأجهزة الأمنية بسرت أن غياب الدعم عن الأجهزة الأمنية سيسهل عودة تنظيم الدولة إلى المدينة. أفاد رئيس المجلس الاجتماعي ورشفانة المبروك بعميد بارتفاع حصيلة الجثث التي تم العثور عليها إلى 40 جثة لم يتم التعرف على هوياتها. وأضاف بعميد في تصريح للنبأ أنه تم نقل 18 جثة من مستشفى السبيعة إلى العاصمة طرابلس، وأن بعض القتلى تعرضوا إلى التصفية بعد أسرهم في الاشتباكات الأخيرة. ولفت بعميد إلى أنهم يتواصلون مع منظمات حقوقية للتحقيق في هذه الجريمة. حذرت وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة سائقي المركبات الآلية في المناطق التي يمر بها وادي الخروع ووادي المجينين من غزارة هطول الأمطار في تلك المناطق. ونوهت الوزارة في منشور لها إلى انتشار أفراد هيئة السلامة الوطنية ومديريات الأمن على الطرق الرئيسية لتخفيف الأضرار التي يمكن أن تحدث جراء سقوط الأمطار الغزيرة، وترشيد السائقين إلى المسارات الآمنة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.